كيفاش استطاعت هاد مولات الباليزة تصفيها لوحدة مسنة؟ يعني إنسانة مدات لا بيديها ولا رجليها وتصفيها لهاد المجرمة هادي ودارتها في شاكوش، أبري دارتها في الباليزة، ومن بعد يعني من بعد هنايا السر أخوتي، من بعد اختفت هاد الجثة هادي نهائيا. يعني الناس ولات كتقلب عليها، الناس يعني من السلطات الجيران كلشي ولا كيقلب على هاد السيدة هادي، فرا ما فهموش فين اختفات. والدليل القاطع بانها راه تلاحت في الواد وهي ما بغاش تعترف انها وجدوا هاد الباليزه، الباليزه اللي ديال هاد المسنه ام عيشه، يعني وجدوها يعني في الواد اللي قرب من هاد المنزل ديال مولات الباليزه. ومني واجهها القاضي يعني فاس فاس قال لها علاش لحتي يعني مولات الباليزه في هاد الواد هذا، السيدة ما بقاش كتدخل وتخرج في الهضرة، السيدة ولات يعني ارتبكات، السيدة عرفت الأمور جدي، عرفت بأنهم وصلوا اللغز اللي دايره هاد مولات الباليزة، عرفوا الجواب ديالو. هاد السيدة هادي اللي قدرات يعني قدرات تصفيها لهاد السيدة هادي يعني بواحد الطريقة اللي هي ذكية، وبغات تهرب يعني راسها من هاد المسؤولية هادي. وانا اللي بقى فيا اكثر هو ديك الابن ديالها اللي طمعاتو بالفلوس، قالت له بانها تلقى يعني الاموال وهتلقى يعني الذهوبات عند هاد السيده هادي، غزعم انت ما هدير والو. يعني هنايا كيتزطموا بزاف ديال المجرمين، كيكون واحد المجرم خطير وضروري ما يدير شي عمليه الا وجر معاه شي ثلاثه اللي مساكن ما عارفين حتى شي حاجه. وانا من هذا الفيديو يعني كنقول لهم ديروا الحذر، ما تتبعوش على شي واحد مجرم، يعني كيقول لهم بانك ما دير حتى شي حاجه، انت اما انت غتبقى غا في الطوموبيل، او انت غتفتح غا الباب، او انت غير غتصوني حتى تكيد مسكين بحال الضحيه ديال الابن تاعها. ها هو تكيد مسكين، ما دار لا بيدي لا برجلي، ولكن خاصو يتعاقب حيت مشارك في واحد الجريمه، وقبل ما كتوقع الكارثه كان خاصو يعلم السلطات بانها الام ديالو اشنو بغا دير اشنو بغا دير اشنو بغا دير. ولكن مع للاسف مع للاسف يعني استطاعت تلعب له على دماغه عفوا، ونفذوا هذه الجريمه البشعه لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنوا من هذا المنبر يعني تبان الجثه في اقرب وقت يعني ممكن، اقرب وقت خاصنا هذه الجثه هذه تبان باش نشوفوا يعني التطورات اللي هتقوم بها المحكمة.